أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرة بذرة خير، أنا وأخي عبد الكريم. طبعا أخي عبد الكريم دلنا هنا على الوالدة أموما ذكرى عبد الحميد غالب الحناني. حياكم الله. إيش اللي بتعمله بالذرة؟ والله نحن جالسين يدينا معنا صندقة. ارفعي صوتك شوية. صندقة يعني بنشتغل فيه بيع على سبب معي بنات، وطلب الله فيه بيع. أحيانا الحمد لله يعني ماشي الحال، ماشي حالنا الحمد لله. وجالسين هنا بنستأجرين لنا عشاء. مستأجر الصندقة. أيوة مشي. ما هو فضل هذيك لا. طيب ليش ما تحاولوا تسعي كذا؟ ما بس معي فلوس انني اخليها. ان شاء الله ان شاء الله ربي ما يفتح عليك. ان شاء الله اتمنى ان هي تكون معي فلوس واوسعها وتكون بقالة اكبر كذا. طيب ايش اللي دفعك تفعليها كذا؟ انا كنت بدايه كنت ابيع مي. ايوه دفع مي من هذا بصافي. بعدين في واحد قال هنا قافة كليدة وهذا، قلت جزاها الله الف خير ضروري اذكر اسمه، وفتح لي ذا المشروع. بدات اصلح نفسي، كل ما اصلح نفسي واشوف نفسي وارجع اليوم لليوم. والله صراحة لما شفتكم ما صدقت ان انتم بدو تشوفوني يا كذا بالشكل هذا. الله يحفظكم ويطول اعماركم. طيب يعني ليش اجبرتي على الشغل هذا؟ ليش يعني؟ لاني بعيد معي، يعني مكافله بنت اخي ايتام. من؟ انا اخي يعني وهي متوفيه، ومين متوفيه ابوهن متوفي، واني باسلت نفسي لهن. الله انني ابوه لهن. طيب ولا البيت كيف؟ والبيت والله صاحب العماره هذا الحمادي جاب لنا تحت بدرون من عنده، يعني صدقه انني عايشه فيه. يا سلام يا سلام. عايشه فيه الحمد لله. صاحب البيت الذا. اي صاحب البيت. جزاه الله خير. اعزائي المشاهدين، لفته كريمه من يعني ان احنا نتعاطف نتكاتف مع بعضنا البعض. صاحب البيت اعطاها بيت، اعطاها شقه مجان نظرا لظروفهم. مستغرب بعض الناس يا اخي عبد الكريم، بعض المؤجرين يستغلوا اوضاع الناس ويرفعوا الايجار. مش للاسف للاسف الشديد يعني بكثير. ف وفي ناس برضو تمام والله يسكنوا ناس بالمجان يعني. ايش اللي حاجه تشوفيها انت؟ الكشك الصغير هذا نفسي كثير كذا. ايش ايش اللي تحتاجيه؟ احتاج البسكوت والعصير والماء والحليب والحاجات هذه والشوكولاته وال... انت معيش اجري امك. الله يحفظك. ضحيتي بشبابك يعني من اجل رعايه الايتام. الحمد لله. وانت رابحه، اقول لك رابحه دنيا واخره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انا وكافل اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كهاتين. نعم. يكفيكي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رب. يا رب. يا رب. طيب أخي عبد الكريم، أنا أشكره إنه دلنا عليكم هنا وشرح لنا حالتكم وضعكم. أخ عبد الكريم برضه معروف معانا وطيب ولاحق الناس الذي يفعلوا يعني يفعل الخير ولا شيء، ودائما يفعل الخير. جزاه الله الخير، جزاه الله من بيشارك ومن بسامة ومن بيساعدنا، جزاه الله ألف مئة خير. الله يبارك فيكم. طيب احنا من فقرة وبرنامج رحلة حظ حبينا نقدم للشيخ هذا دعما ولو شيء بسيط دعما لكم وللكشك الصغير. شكرا لكم، جزاكم الله ألف خير. تفضلوا يا شباب ادخلوا هنا. هذه مجموعة بضائع كذا. هذه مجموعة بضائع كلها بسكويتات أنواع وأشكال. جزا الله جزا الله جزا الله خير إن شاء الله يا رب الذي ساهم بهذا والذي والكادر. نحفظكم رب السماء إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أستاذ خالد عشنا شفناك إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويعافيكم وأنتم استمروا على ما تفعلوا. طبعا وهذا مبلغ كذا بسيط قدم البرنامج. يعني المبلغ كله جزاكم الله الف خير. الله يحفظك لكم الكادر والكل ان شاء الله ربي يكثر الرجال من امثالكم يا رب. ان شاء الله يجي السنه وقد شوف ناخذ معك بقاله كبيره. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يفتح عليك. مع الله عز وجل. امين يا رب. طبعا كلها حوالي 100,000 ريال ولو قليل في حقكم، لكن ان شاء الله احنا بذرنا بذره خير اعزائي المشاهدين، وندعو الناس الباقين ان يشجعوا مثل هذه مرأة ضحت بشبابها من اجل رعايه يعني ايتام بنات اختها. بنات اختها اخي بنات اخوها، وضحت بشبابها من اجلهم عشان ترعى هؤلاء الايتام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. هنيئا لك يا امي. هنيئا لكم. واعزائي المشاهدين، ويعني انا ادعو من هنا وانا واخي عبد الكريم
كل الايادي البيضاء وكل الناس المحسنين ان يتفقدوا جيرانهم. وأنا وانا واخي عبد الكريم سنطلق هاشتاج من هذا اليوم، هاشتاج يفعل في جميع انحاء الجمهوريه، جارك في انتظارك، جارك في انتظارك ان شاء الله. لعل الله عز وجل بهذه الاعمال الخيريه ان يرفع عنا هذا البلاء وهذه المصائب وهذه الفتن. اخر كلمه تقوليها؟ اخر كلمه جزاكم الله الف خير كلكم، واهلا وسهلا فيكم لمحافظه الوادي العز، وشكرا للاخ عبد الكريم، وشكرا للاخ خالد، الله يحفظكم ويطول باعمالكم ان شاء الله يا رب، وجزاكم الله الف خير بالمعونه هذه اللي اديتوها لي، وشكرا لكم. الله يحفظكم.